كان متزوجاً وعلى حافة الطلاق وفي موعد مع فتاة أخرى، ولكن جذبته فتاة ثالثة لتصبح اليوم زوجته. نعم، هذا هو ترامب، لا يمكنك توقع تصرفاته. ميلانيا كانت عارضة أزياء من سلوفينيا خارجة مع أصدقائها، وترامب في موعد غرامي مع فتاة أخرى في نفس المكان، رغم أنه كان متزوجاً ولم ينفصل عن زوجته مارلا مايلز. ميلانيا قالت إنه أراد رقمها ولكنه كان مع فتاة أخرى فرفضت، فأعطاها جميع أرقامه منتظراً منها اتصال. طبعاً ميلانيا لما رجعت البيت شكلها فكرت كويس إنه ده هو ترامب، رجل ثري ومشهور ما بتحتاج كل الدلال ده. تواصلت معاه وطلعوا مع بعض بأول موعد في مومبا وهو مكان للمشاهير في ذلك الوقت. ميلانيا قالت إنها أعجبت بطاقته وحيويته. طبعاً ترامب قرر الانفصال عن زوجته بعد هذا اللقاء، وتم الطلاق عام 1999، وتصدرت علاقة الثنائي أخبار أمريكا، خاصة بأن ترامب كان عنده أحلام سياسية. بس ميلانيا خربت الدنيا بعد ما ظهرت عارية على غلاف إحدى المجلات، انفصلا فترة وقيل إنه السبب خيانة ترامب ميلانيا مع صديقتها. المهم بعد انفصالات ورجعات قرر ترامب يتزوج ميلانيا، وتقدم لها بحفل ميت جالا، وقدم لها خاتم ألماس يزن 15 قيراط. وبحسب مقربين ميلانيا أصبحت شخص آخر بعد الزواج، أصبحت سيدة راقية وملتزمة كأم بشكل كبير، حتى أنها رفضت السفر مع زوجها بحملاته الانتخابية بسبب التزاماتها مع العائلة.